شيلة راعي الفزعات، كلمات أبو رعد العوب ثاني، أداء صوت النخبة. دعوني وجثة لكم يا تاج راس الحضرمي، يا مفخرتنا يجلي للقرن أهلا بكلام في حضرموت العز والتاريخ. يا ريتك تجي تفرح الخاطر وبا يرتاح كل من ورا. دعوان وجهها لكم يا تاج راس الحضرمي، يا مفخرتنا يا جليل القرن يا أهلا بكهلاك في حضرموت العز والتاريخ. يا ريتك تجيب تفرح الخاطر وبا يرتاح كل من ورا. بشرى ويفرح قلبه من فرحة وبالطيبة انفاسك العطرة تفوح كل المكلم شذاك. طيري وحطي في مطر ريان بالراحة وبطي، وعلى خطوط الاتحاد في حضر موت انظر خطا. باقت وبات فرج بيدنا الله با يرجع نقي الحضرة ميلة تشيل هم دام الفلاح عقدات. الشبل من ذاك الأسادة ذكرى لو نسيت زايد يا محمد سيروا عين الله معاه. معروف أبو خالد رحيم القلب مقدم وسخين، حب الحضارم والحضارم خير شاهد عوفا. الكرم والجود نبرس المرو والمعتلي بك نارة الدنيا إماراتي منور في سماك. بالألف أنت الأول يزعل ويرضى من رضي، يا راعي الفزعات يا الأول متى أكسب رضا. والميم ما ترجع يبقى داعي لجالك تصره وتضحي وفيك من بطل يا تعزى. وراء رؤية ثاقبة حنكه وفي الموقف هابي، وانتهي إماراتي ومن حظك وقع زايد أباك. والتاك تألق والتاك حصل على ما تشتهي، وإذا طلبت الشي بسرعة هو يجي لك عهوى. ويا يا نهر المودة من شرب منك روي، فيك الدواء وفيك الشفاء والسر يك من وسط ما. لكم يا تاج راس الحضرمي، يا مفخرتنا يا جليل القرن يا أهلا بكهلاك في حضرموت العز والتاريخ. يا ريتك تجيب تفرح الخاطر وبا يرتاح كل من وراك. يا ريت كل من قد تمنن على حظ المرتجي، وانت من الأور جاي يا ابن زايد من سواك. تبا تجي البشرة ويفرح قلبه من فرحة وبالطيبة انفاسك العطرة تفوح كل المكلم شذاك. طيري وحطي في مطر ريان بالراحة وبطي، وعلى خطوط الاتحاد في حضر موت انظر خطا. باقت وبات فرج بيدنا الله با يرجع نقي الحضر ميلة تشيل هم دام الفلاح عقدات. الشبل من ذاك الأسادة ذكرى لو نسيت زايد يا محمد سيروا عين الله معاه. معروف أبو خالد رحيم القلب مقدم وسخين، حب الحضارم والحضارم خير شاهد عوفا. الكرم والجود نبرس المرو والمعتلي بك نارة الدنيا إماراتي منور في سماك. بالألف أنت الأول يزعل ويرضى من رضي، يا راعي الفزعات يا الأول متى أكسب رضا. والميم ما ترجع يبقى داعي لجالك معتزي، تنصره وتضحي وفيك من بطل يا تعزى. وراء رؤية ثاقبة حنكه وفي الموقف هابي، وانتهي إماراتي ومن حظك وقع زايد أباك. والتاك تألق والتاك حصل على ما تشتهي، وإذا طلبت الشي بسرعة هو يجي لك عهوى.